كالتوكسيدو والقطيفة. واو حبيبتي ثانك يو. الفيلم آخر كلام هينزل إمتى؟ إن شاء الله في شهر 2، أول 2 كده أو آخر 1 بإذن الله. طبعا مبروك نجاح ديدو في وقت يعني كان صعب شوية في السينما، بس عملت إيرادات كبيرة والفيلم كمان كان مختلف. هل الفيلم الجديد برضو هيكون ديفرنت؟ فيلم رومانسي، فيلم رومانتيك إن شاء الله. النهارده احنا موجودين في مهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية، وهيتم تكريم الفنانة يسرى صديقتي وأستاذتي وبني آدمة أنا بحبها جدا على المستوى العملي أو المستوى الإنساني. ما فيش منها كتير، تاريخ كبير، ربنا يديها الصحة والتكريمات بتتكرم بيها. كريم، الناس دايما بتسألك انت واحمد هتعملوا فيلم امتى مع بعض؟ الله، انا عايزين والله، عايزين جدا اول ما يبقى في سكريبت يعني يبقى عجبنا احنا الاثنين في نفس الوقت ونبقى فاضيين، يا ريت يعني ان شاء الله. طبعا شايفين في صحوه في السينما السعوديه وبنشوف افلام كتيره، النهارده في مهرجان البحر الاحمر هيكون في افلام كتير جديده بتعرض في المهرجان، في فيلم معين هتشوفه ولا لسه هتبص على الليست؟ ابص على الليست طبعا، وكل ما زادت الافلام سواء سعوديه او اماراتيه او مصريه طبعا الاساس موجود، ده مصلحه للصناعه وللوطن العربي كله، واتمنى التوفيق لكل المشاركين يعني.